ده المسلسل مع يوتا كاران اللي بيجري من مجموعة ناس عايزين يضربوه بسبب الديون اللي عليه ليهم، ولما يمسكوه يوعدهم انه هيسدد الديون اللي عليه وانه لقى شغل جديد، فيعطوه فرصة 3 أيام عشان يرجع كل الفلوس وبعدها يضربوه. ونروح لشركة انتاج سينمائية مشهورة ويكون الموظفين بتوع الشركة مقضيينها اكل ولعب ومفيش حد فيهم مهتم بالشغل، ولكن اول ما يجيلهم خبر ان مديرتهم وصلت على الشركة يقوموا مخضوضين ويحاولوا يخبوا اي اثر للاكل اللي هما بياكلوه، ويكونوا خايفين جدا منها ويكونوا مسمينها الشيطانة رغم ان اسمها رامفا وده بيعني الملاك. واول ما توصل رامفا على الشركة يكون باين عليها القسوة والغرور رغم شدة جمالها، ولما تدخل على الموظفين الكل يكون خايف منها، واثناء ما بتكون ماشية تدوس على عنبة من اللي كان بياكلها واحد من الموظفين فتزعق لهم لانها منبهة عليهم بانهم ما يدخلوش الاكل في المكان المخصص للشغل، وتبص لموظف معين ويكون باين عليه التوتر فتفهم انها واقعة منه وتطلب منه ياكلها من على الارض، ولما يستغرب ترجع تدوس عليها وتجبره ياكلها وتهدده بالطرد لو ما اكلهاش فيضطر ياكلها بسبب خوفه منها، وتحذره من اللي هيخالف اوامرها هتطرده. وتروح تتخانق مع فرانك شريك ابوها في الشغل لانه عدل تشويق فيلم شركتهم الجديد، ولكن عكس ما هي طلبت فتطرد السكرتيرة بتاعتها لانها ما عرفتهاش، وتطلب ان التشويق اللي فرانك عدلها تتحذف وتتعدل تاني زي ما هي كانت طلبة، وفرانك يعترض لان تشويقة الفيلم لازم تتعرض في مؤتمر تاني يوم، وتهدد الموظف المسؤول عن التعديل بالطرد لو ما نفذش كلامها فيعدله، وفرانك يتضايق منها ومن تصرفاتها ويروح يرد على باباها رونا تشاي ويقوله انه بنته مش بتحترم الكبار وانها حذفت كل شغله، ورونا تشاي يهديه ويقوله انه قرأ سيناريو رامفا وعجبه، ولكن فرانك يكون عنده رأي تاني وان السيناريو بتاع رامفا بيخدع الجمهور وانها هتقدم التشويق للفيلم كفيديو رومانسي رغم انه مش كده، فرونا تشاي يقول له انه مش مهتم باي حاجه غير ان الناس تشوف الفيلم وانه يسيب فرصه لرامفا انها بتتبع فكر جديد، ففرانك يتضايق منه. وبعد ما رامفا تخلص شغل تطلب من سامسي موظفه في الشركه انها تجيب لها سكرتيره جديده، فسامسي تقول لها انها مش هتلحق لان رامفا طردت 10 خلال شهر، فرامفا تديها فرصه ليوم واحد وانها تعمل السكرتيره مقابله بنفسها. ونروح لرونا تشاي ويكون عامل حفله لنونج ده بنت مراته بفيده في البيت عنده، وبفيده تكون عاوزه تقول لبنتها خبر يفرحها، لكن رامفا تدخل عليهم وهي متعصبة ففيدة تكون خايفة منها، ورامفا تهزقهم بسبب الحفلة اللي هم عاملينها، ففيدة تقول لها ان رونا تشاي هو اللي عامل الحفلة النونج ده عشان تخرجها، وتعلق صوتها قدام الموجودين وتقول لها عشان كمان هتكون بطلة الافلام الجديدة للشركة ويكون ده الخبر الحلو اللي بفيدة كانت عايزة تقوله النونج ده، فرامفا تهزقهم وتقول على بفيدة انها ممثلة فاشلة وعلى نونج ده انها اخرها خدامة، فلما نونج ده تحاول تضرب رامفا رامفا تمسك ايديها وتضربها وتحط وشها في التورته، ففيدة تضرب رامفا بالقلم على اللي عملته في بنتها، فرامفا ترد بقلم قلمين، ورونا تشاي يجي على صوتهم ففيدة تمثل قدامه انها مسكينه وتعيط ويزعق لرامفا ويقول لها انها تفكر في مشاعر الناس قبل ما تعمل حاجه، فرامفا تعيط وتقول له انه ما فكرش فيها لما جاب واحده تانيه اخذت مكان امها تعيش معاهم، وتكمل بفيدة وبنتها تمثيل على رونا تشاي، فرامفا تشتمهم وتقول لهم يبطلوا تمثيل، فابوها يزعق لها ويطردها من البيت، لكن رامفا قبل ما تمشي تبهدل لهم الحفله وتهنيهم انهم اخذوا منها بيتها وابوها تسيبهم وتمشي، وتروح لخالتها اون وتكون اكتر شخص هي بتحبه وبترتاح معاه والوحيده اللي معاها مش بتضطر تظهر انها اسيا، وتحكي لها خناقتها مع باباها وقول تحضنها وتقسيها. ثاني يوم لما تروح الشركه سامسي بتعرف رامفا ان في حد اتقدم للوظيفه ويطلع ان يوتا كاران، ورامفا تدخل تعمل مقابله معاه وتستغرب ان في راجل عايز يكون سكرتير ليها، فهو يقول لها انه مختلف عن باقي الرجاله، لكن رامفا ترفضه لان تخصصه ودراسته في مجال تاني، لكن يوتا كاران يحاول يقنعها انها تشغله ويقول لها انها طردت عدد كبير من الموظفين المتخصصين في نفس المجال ويبهرها انه حافظ معلومات كتير عنها. واثناء ما يكونوا بيتكلموا تدخل عليها سامسي وتعرفها ان التشويق اللي هي عدلتها مش موجوده، وتقترح عليها انها تستخدم الفيديو اللي عدله فرانك عشان المؤتمر الصحفي بالليل، فهي ترفض ويجي لها فكره انها تصور التشويق مره ثانيه، ولكن ما يكونش فيها غير 10 ساعات على المؤتمر الصحفي، فرامفا تكون مصره وتطلب من الموظفين انهم يعرفوا مكان الممثل الرئيسي بتاع الفيلم، ولما يعرفوا مكان الفندق اللي الممثل الرئيسي قاعد فيه يكون عندهم مشكله ان الفندق ده بيحترم خصوصيه النزلاء وهيمنعهم بانهم يدخلوا، فيوتا كاران يقول لها انه عارف واحد بيشتغل في الفندق ده وانه ممكن يدخلها ليه، فرامفا تفرح وتوافق انها تروح معاه، وسامسي بتروح تعرف رونا تشاي باللي حصل في الشركه وبسرقه التشويقه، فيفهم ان فرانك هو اللي سرقها فيتصل بيه ويساله، ففرانك ما ينكرش ويقول له انه عمل كده بسبب اهانه رامفا ليه وانه هيرجع له التشويقه لو رامفا جت واعتذرت له، ويوتا كاران ياخد رامفا للفندق وهناك يتكلم مع الحارس ويبان على الحارس انه راجل بالشركة
الشكل لكن مش تمام. ويوتا كران يقنعه بانه يدخل رانفان الممثل ويبوسه عشان يوافق. فرانفان تاخد بالها من تصرفاتهم وتحس ان يوتا كران مش تمام هو كمان، وده لان الحارس كان بينادي بيوتي ويدخلوها للممثل بتاع الفيلم. رانفان تاخده معاها بالاكبر عشان يعيد التصوير. ورانا تشاي يروح لفرانك عشان ياخد التشويقه منه، لكن فرانك ما يكونش عاوز يديها له بسبب ان رانفان ما جاتش معاه عشان تعتذر له، ويكون متضايق منه عشان بيقف مع رانفان ويقول له عليها انها انانيه. فرانا تشاي يقول له انه عمل مجموعه افلام بس فشلت وعاوز يسيب فرصه لرانفان. ففرانك يزعل من كلامه ويديله التشويقه ويقول له انه مش هيتدخل تاني في الشغل، ويعرفه انه هيفتح شركه جديده. ورانفان تكون بتصور المشاهد من تاني وتفضل تعيد التصوير اكتر من مره لدرجه ان الممثل يتعب من كتر الاعاده، كان هيتجنن. وابو رانفان يرن عليها عشان يعرفها ان التشويقه معاه، لكن رانفان ما تردش عليه بسبب زعلها منه. ولما يرن عليها تاني تقفل موبايلها. فرانا تشاي ما يكونش مركز في الطريق وهو سايق فيعمل حادثه، وتكون رانفان خلصت التصوير ويقدر المخرج يعدل لها التشويقه زي ما هي كانت عايزه، ويكون لسه ساعتين على المؤتمر الصحفي ويكون في مكان بعيد عن الشركه والطريق يكون زحمه. فرانفان تخاف انها ما توصلش على الميعاد فتنزل من عربيتها وتاجر موتور من واحد وتديله فلوس كتير مقابل تاجيره والكارت بتاعها عشان يبقى يتواصل معاها ويرجع الموتور. وتقول يوتا كران انه لو وصلها على الميعاد قبل ما يبدا المؤتمر هتوظفه عندها وتركب وراه ويتحرك باقصى سرعه، ويقدر انه يوصلها قبل المؤتمر بدقائق بسيطه. وقبل ما يجي وقت عرض التشويقه بثواني، رانفان تديها للمختص بعرضها ويعرضوها على الوقت، وتلبس وتجهز نفسها بعدها عشان تقابل الصحفيين والناس اللي جايين يحضروا ويشوفوا التشويقه. وبايرون بيصاحب اكبر شركه انتاج يعجبه طريقتها في الترويج عن فيلمهم الجديد، ويكون عايز يشاركها في انتاج فيلم تاني، وهي تشوفها فرصه مناسبه ان شركتها تنجح وتكبر. ولما تخرج تلاقي يوتا كران لسه مستنيها بره، ويكون عايز يعرف منها اذا كانت هتوافق على تعيينه ولا لا. فهي تقول له انها تعيينه عشان عنده علاقات وبينفذ المطلوب منه قبل ما يطلب. ولما يكونوا بيتكلموا موظفه تجيلها وتعرفها بالاخبار المنشوره وان ابوها عمل حادثه. فيوتا كران يوصلها على المستشفى ويساعدها انه يبعد الصحفيين عن طريقها. فهي تشكره على مساعدته ليها وتناديله بيوتي، وتقول له انها سمعت حبيبه بيناديله كده عشان كده هتستخدم الاسم ده في انها تناديله. ولما تدخل على باباها يكون في غيبوبه، فتفضل جنبه هي وخالتها وتعيط من زعلها عليه لانها ما ردتش على مكالماته وتكون شايله الذنب. ولما تروح على البيت وتدخل اوضتها تلاقي ان نوم جدا استولت على اوضتها وغيرتها وحاطه فيها هدومها وحاجاتها، ورمت صورتها هي ومامتها على الارض وسند عليها حاجاتها. فرانفان تتضايق منها وتاخد صورتها مع بفيده وترميها قدامها، وبعدين تشيل لبسها وحاجاتها وترميها بره الاوضه. فالحيزبونها بفيده وبنتها يوقفوها عن اللي بتعمله ويعرفوها ان رانا تشاي هو اللي عطل نوم جدا الاوضه وما يوافقوش يخرجوا منها. فرانفان كسر لهم الاوضه وتبهدلها وتاخد هدوم نوم جدا وتحرقها وتخرج وتسيب لهم البيت وتروح لخالتها كالعاده وهي بتعيط. ونروح ليوتي ويكون بيكلم شخص مجهول في الموبايل ويعرفه انه نفذ اللي هو طلبه منه ويخلي رانفان تثق فيه. تاني يوم رانفان تروح من بدري لبابا على المستشفى وتفضل جنبه لحد ما يفوق، وتعتذر له على انها ما ردتش عليه، وبعدها تحكي له على المؤتمر الصحفي وعلى العروض اللي اتقدمت لها. فبابا هيفرح علشانها، وتيجي الحيزبونه وبنتها ويكونوا جايين يمثلوا قلقهم على رانا تشاي، وتضطر رانفان انها تمشي عشان شغلها وتسيب خالتها مع ابوها عشان تطمن اكتر عليه معاها. وقبل ما تمشي تطلب من الممرضه انها تخرج بفيده وبنتها عشان ما يزعجوش المريض. ولما تروح على الشغل تلاقي يوتي واقف قدام باب الشركه مستنيها بالورد المفضل ليها، تفرح بيه وتطلب منه يجهز للاجتماع اللي بيضم كل المدراء. ووقت الاجتماع ما تلاقيش حد حضر، ولما تساله على المدراء ما جوش ليه يقولها انه اتصل بيهم وما فيش حد فيهم رد عليه. وسامسيك تيجي وتقول لها ان في اخبار مهمه في التلفزيون. ولما تفتح التلفزيون على الاخبار يكون فرانك بيتكلم عن انفصال الشركه اللي بينه وبين رونا تشاي، وانه فتح شركه جديده تحت ادارته، ويصرح انه هيساعده في الشركه مجموعه مدراء بيشاركوه نفس الافكار، ويطلع انهم المدراء الرئيسيين اللي كانوا بيشتغلوا في شركه رونا تشاي. ويكون رونا تشاي بيتفرج على الاخبار في نفس الوقت ويكون عايز يسيب المستشفى ويروح على الشركه لكن ما يكونش قادر يمشي. وأون تحاول تساعده وتعدله على السرير لكن الحيزبونه تدخل عليهم، ولما تبعد أون وتحاول تعدله هي توقعه على الارض. وفرانك يقول للصحفيين بعد ما مشى هو والمدراء الرئيسيين مش متاكد اذا كانت شركه رونا تشاي ممكن ترجع تتقدم او لا، ويكون بيبص على الكاميرات ومركز كانه بيوجه الكلام ليها، فتكسر التلفزيون وتفضل تصوت. ورانفان تروح لفرانك الشركه ويكونوا بيحتفلوا هو والمدراء الرئيسيين، وتكون متعصبه منهم وتزعق لهم وتشتمهم لخيانتهم لابوها. لما فرانك يشتم ابوها قدامها تضربه بالقلم، وبعدين ما تقدرش تتحكم في عصبيتها وتكسر اي حاجه قدامها من الشركه بتاعت فرانك وتفضل تصوت زي المجنون.
البالونة ويوكي يشيلها عشان ياخدها ويمشوا، وفرانك يكون عايز يضربها فيوكي ياخد الضربة مكانها، فرعفات رجع له وتضربه تاني ويوكي يرجع يشيلها عشان ياخدها ويمشوا. ولما ينزلها تكون رعفة متعصبة ومش قادرة تتحكم في غضبها، لكن يوكي يهديها ويقولها إنها موهوبة، إن لو حد صور اللي هي بتعمله هي وشركتها هيدخلوا في مشاكل، ويفضل يشجعها ويقولها كلام حلو لحد ما تهدى. وفجأة يجيلها مكالمة من أول وتعرفها إن باباها مش بيقدر يتحرك، فترجع تتعصب تاني وتروح لباباها على المستشفى. ويكون في الوقت ده رونا تشاي بيتفرج على الأخبار ويعرف إن أسهم شركته انخفضت بسبب استقالة فرانك وافتتاحوا لشركة جديدة منافسة، فيفضل يضرب في رجله لأنه مش بيتحرك في وقت زي ده، وقوم تحاول تهديه، فلما يبعدها عنه يقع عليها، وبقى في ده تدخل عليهم فتغير عليه من أون، فتشدها بعيد عنه وتحاول تقوم رونا تشاي، لكن هو يبعدهم عنه ويحاول يقوم لوحده. ورافا تدخل عليهم وتلاقي باباها على الأرض، ولما تحاول تهديه باباها يقول لها إنه تشلو ما عادش هيقدر يمشي تاني، ويفضل يعيط هو ورانفا، والدكتور يعرفها ان مفيش طريقه لعلاجه. وتعدي الايام ورانفا تفضل جنب ابوها مكسوره وحزينه، وبعد فتره باباها يرجع على البيت، ورانفا تاخد خالتها اون معاها على البيت عشان تهتم برونا تشاي بما انها ممرضه، وبفيده تكون متضايقه منها وتقول لرانفا انها مش محتاجه مساعده اون، فرانفا تزعق لها وتطلب منها ما تتدخلش. ولما تمشي بفيده تحذر اون من انها تقرب من رونا تشاي، وتقول لها انها عارفه انها بتحاول تقرب منه من يوم ما اتجوز اختها، وانه ما اختارهاش حتى بعد ما اختها ماتت لانها ما تناسبهوش لانها ممرضه. فقلت ترد عليها وتقول لها انها بتتعالى على الناس عشان مفكره انها مشهوره، لكن الوقت فشلت وما عادش مشهوره زي الاول، وتمشي وتسيبها. وبعد فتره بيروج يكلم رانفا ويكون عايزها تقابله عشان عرض الشغل اللي كان كلمها عليه، فهي تفرح لانه لسه مصر على انه يشتغل معاها رغم المشاكل اللي دخلت فيها شركتهم، وتطلب من يوتاكارن انه يعمل اجتماع عشان يدور على فكره عشان العرض بتاع بيروج. فيوتي يقول لها انهم لو عملوا اجتماع دلوقتي مش هيخرجوا بنتيجه لانها متوتره، وانها عشان تطلع بافكار لازم ترتاح بانها تعمل الحاجات اللي بتحبها. فهي تقول له انها بترتاح بشتم الناس وطردهم وانها تصرف فلوس، فهو ياخدها على مول وتفضل تشتري حاجات كتير ويلعبها ويحاول يفرحها على قد ما يقدر، وهي تنسى توترها وتفرح معاه. ولما يخلص الشوبينج يكونوا هيروحوا، فرنفا تفتكر انها نسيت حاجه، فيوتي يقول لها انه هيجيبها لها ويخليها تستنى في العربيه. في الوقت ده يكون المعجبين بتوع الفنان سايمون بيجروا وراه عشان يتصوروا معاه، فهو يدخل في العربيه بتاعت رنفا، فرنفا تفكره حرامي فتضربه. ولما يوريها وشه عشان يعرفها انه الفنان سايمون، يوتي يفتح باب العربيه ويشد سايمون ويضربه قبل ما رنفا تلحقه، ووش سايمون يتجرح جامد، فيقول لهم انه هيرفع قضيه عليهم هما الاثنين نتيجه اللي عملوه فيه. فرنفا تخاف وما تعرفش تعمل ايه، فيوتي يضحك عليه ويقول له ان في كاميرات في العربيه ومن خلالها هيثبتوا انه هو اللي دخل العربيه، وان ضربها ليه ردت فعل طبيعيه للدفاع عن نفسها، وهو ضربه لانه السكرتير بتاعها وكان لازم يحميها. ورنفا تقول له ان الصحافه تنشر عنه انه منحرف وان هو اللي هيتضر مش هما، فسايمون يخاف ويقول لهم انه هيكتفي بانه ياخد منهم تعويض ويمشي ويسيبهم. وتكون رنفا فرحانه بيوتي لانه الوحيد اللي بيقدر يحل كل مشاكلها. ونروح لرونا تشاي ويزوره فرانك ويكون عايز يشمت فيه ويحكي له على اللي رنفا عملته فيه، ويقول له ان رنفا محتاجه دكتور نفسي وان الشركه معاها هتخسر واسعار الاسهم هتقل، ويمشي ويفضل يقول وهو ماشي ان الاسهم سعرها بيقل، ويفضل يرقص من الفرحه عشان يغزي رونا تشاي، ويرجع له تاني وهو قاعد على كرسي متحرك عشان يذله بعجزه. فقمت تزعق له وتطرده من البيت، فمن غلسته يقوم يتنطط ويجري قدام رونا تشاي عشان يضايقه، وبفيده تاخده عند دكتور بعد ما تقنعه ان هو ده اللي هيعالجه، لكن الدكتور يعرفه انه مفيش علاج لمرضه. فرونا تشاي يتعصب على بفيده ويقول لها انها ملهاش فايده وما تحاولش تعمل حاجه تانيه وانه هيتقبل انه معاق. فبفيده تروح تقابل فرانك وتعيط له من معامله رونا تشاي ليها وانه بيشوفها عديمه الفايده، وهو يبان انه زعلان عليها ويمسك ايدها ويقول لها انه لسه محتفظ بمشاعره ليها، ويفتكر انه كان زمان بيحب بفيده قبل حتى ما تقابل رونا تشاي، وان هو اللي عرفها عليه، وبعدها قرروا يتجوزوا. ويقول لبفيده ان اختيارها كان غلط من الاول، وانها تعوض غلطها بانها لازم تبقى قويه وتاخد كل حاجه خاصه بيه. فبفيده تفكر في كلامه وتروح لرونا تشاي بالليل وتمثل عليه وتعيط وتقول له انها نفسها تحس بان ليها فايده وعايزه تساعده في شغل الشركه، ولكن خايفه من رانفا لا تطردها، فهو زي العبيط يروح يكتب لها الاسهم بتاعته ليها ولبنتها، وهي تفرح ان تمثيلها عليه نجح وقدرت تاخد اللي هي عايزاه. وتاني يوم بفيده ونانج ده يروحوا على الشركه وهم في قمه غرورهم وسعادتهم، ولما رانفا تعرف انهم في الشركه تنزل وتقابلهم عشان تطردهم، لكن بفيده تعرفها ان رونا تشاي كتب لها الاسهم بتاعته ليها ولنانج ده، فرانفا تتضايق وما تقدرش تطردهم، وقبل ما تتعصب عليهم يسيبوها ويركبوا الاسانسير، ويكونوا فرحانين انهم غزوا رانفا. وتكون نانج ده فرحانه لانها مفكره ان مامتها هتكون المديره على رانفا وانها ممكن تطرد رانفا في اي وقت، وفجاه الاسانسير يتعطل بيهم وهم يتوتروا ويخافوا، ويطلع ان رانفا هي المسؤوله عن انه يتعطل، وتتفرج عليهم من الاوضه اللي بتتحكم في الاسانسير، ولما تشوفهم خايفين
تفرح فيهم لانها عايزه تعلمهم درس عشان يمشوا من الشركه، وبفيدة تبص لها من الكاميرا وتكون عارفه ان هي اللي عامله فيها كده، وتغلط في تربيتها وتقول لها ان مامتها ما ربتهاش قبل ما تموت. فرفاه تقفل نور الاسانسير عشان تزود خوفهم، ويوتي يطلب منها توقف لانه خاف عليهم ليموتوا من الخوف. فرفاه تسمع كلامه وتوقف، ولما يخرجوا من الاسانسير يكونوا متبهدلين، وترجع تقابلهم رفاه وتطلب من يوتي انه يوصلهم على مكتبهم، ويطلع ان مكتبهم في مكان مش نظيف ويشبه كومه الزباله، وتخاف من رفاه وتضطر انها توافق وتقعد فيه. وبعد شويه يشوفوا الموظفين وهم بيرموا الزباله بتاعتهم جنب المكتب بتاعهم، ولما ترجع تحكي له على اللي رفاه عملته فيها، وتستعطفه وتمثل انها حزينه وانها خافت هي ونانج ده. فلما رفاه ترجع بالليل ابوها يهزقها جامد ويامرها بانها تغير مكتبهم لمكتب احسن، فهي دايما تشوف ان ابوها بيقف في صفهم ضدها، وتطلع اوضتها وتفضل تعيط، وخالتها ام تروح لها وتكون زعلانه عليها وتقول لها انها مؤمنه بان الاشخاص السيئه هيلاقوا في الاخر نهايه افعالهم. وتاني يوم بسيده وبنتها يتنقلوا لمكتبهم الجديد وهم فرحانين، ويتصوروا في كل مكان فيه، ونروح لرنفاه وتروح تقابل بايروج عشان عرض الشغل اللي عرضوا عليها. لكن قبل ما يعملوا الاجتماع بايروج يقول لهم انه هيستنى مدير لشركه تانيه عشان هيشاركهم الشغل، ويطلع انه قصده على فرانك. ولما رنفاه تشوفه تحاول تتملك اعصابها، وبايروج يقول لهم انه هيشارك شركه واحده بس في الفيلم، وانه عنده شرط عشان يشاركهم، ويكون شرطه هو ان الشركه اللي تقدر تمضي العقد مع الممثل سايمون يانج هي دي الشركه اللي هيختارها. فرنفاه تفتكر انها ضربته هي ويوتي، فتخاف انها ما تعرفش تتعاون معاه. ويطلع ان نانج ده اكبر معجبه لسايمون وبتحبه لدرجه الجنون، وبتحضر حفلاته كلها لدرجه انها في اخر حفله ليه تعمل انها فاقده الوعي عشان تلفت انتباهه، فينزل على الاستديو يشيلها وينقلها على المستشفى. ويكون على الجنب التاني رنفاه بتدور على طريقه عشان توصل لسايمون، فيوتي يوريها اخر فيديو منتشر لسايمون، ويطلع ان الفيديو بتاع سايمون وهو بيشيل نانج ده. ويوتي يقول لها انه عارف بان نانج ده عندها اكبر صفحه فان بيج لسايمون، وتعرف عنه كل تحركاته، ويطلب منها انهم يروحوا لها يطلبوا مساعدتها، لكن رنفاه ترفض. لكن يوتي كان يقول لها انهم لازم يفوزوا على فرانك، ويقول لها كلام حلو من اللي هي بتحب تسمعه، زي انها موهوبه وانها تقدر تعمل اي حاجه لحد ما تسمع كلامه، وتروح لها وتكون رحالها على اساس انها تتكلم معاها باسلوب حلو، لكن طبعها يغلب عليها وتمسكها من ايدها وتامرها انها تقول على مكان سايمون، فتعالج معاها وترفض انها تقول على مكانه، وتقول لها انها لو عايزه تعرف فعلا تترجاها الاول. فتكون رنفاه عايزه ترجع تضربها تاني، لكن نانج ده تهرب منها وتروح تحكي لمامتها. لما بسيده تروح تتخانق معاها تلاقي يوتي، ويكون جاي يصلح الهباب اللي رنفاه عملته، ويقول لهم ان رنفاه بعتها عشان تعتذر لهم، ويطلب منهم المساعده بلطف، ويكذب على نانج ده ويقول لها انهم لو خلوا سايمون يمضي معاهم العقد هي اللي هتكون البطله الرئيسيه قدامه. فنانج ده تفرح، لكن بفيده ترفض وما تكونش عايزه تساعد رنفاه، لكن نانج ده تقنعها وتقول لها انها مش بتساعد رنفاه ولكن بتساعد الشركه، وده لانها خايفه على الاسهم بتاعتهم كمان. فتقنع مامتها وتاخدهم وتروح معاهم للفندق اللي نازل فيه. وسايمون لما يشوفهم يكون متضايق منهم، وهي تقول له انها عايزاه يشتغل معاها، فهو يقول لها انه مش بيشتغل مع اشخاص هنوه. ويدخل فرانك عليهم وهما بيتكلموا، ويعرض عليه هو كمان الشغل، ويحس سايمون من طريقه فرانك ورنفاه انهم بيكرهوا بعض، ويقول لفرانك ان عدوه هو صديق ليه، وبما انه مش بيحبها فهو يشتغل معاه. وتروح على عربيتها وتفضل تصوت هي ونانج ده، ورنفاه تطلع كل غلها فيها وتخرجها بره عربيتها وتمشي وما ترضاش ترجعها معاها. ونانج ده لما ترجع تحكي لرنا تشا على اللي رنفاه عملته فيها، وعلى ان فرانك قدر انه يقنع سايمون انه يشتغل معاه. تكون مستغربه ان ازاي فرانك عارف المكان. فرنا تشا يروح لرنفاه على الشركه، فهي تفكر ان ابوها جاي عشان يهزقها، فترفض انها تكلمه وتخرج وتسيبه. ورنا تشا لما يلاقي يوتا كارنو يعرف ان سكرتير بنته يتكلم معاه. وبعد ايام بايروج يرجع يعمل اجتماع تاني عشان يشوف مين في الشركتين قدر يمضي مع سايمون يانج، ولكن رنفاه ما تحضرش. ولما بايروج يسال عليها فرانك يقول له انها ما جتش عشانها عرفت بانه مضى مع سايمون، عشان كده خافت انها تيجي. فبايروج يساله على سايمون، ففرانك لسه هيقول له انه في بانكوك، يلاقي سايمون داخل عليهم ووراه رنفاه ويوتي. وفرانك يتصدم لما يشوفهم مع بعض، ويتصدم اكتر لما سايمون يعرف بايروج بانه هيشتغل مع رنفاه. وفرانك يسال سايمون ايه اللي غير رايه، وانه هيديه اضعاف اللي اخده من رنفاه، فسايمون يرفض. ففرانك يقول له انهم اتفقوا، فرنفاه تقول له ان اتفاقهم كان بالكلام وبس، لكن هي اتفقت معاه ومضت عقد، وده يعصب فرانك جامد، ويقول لهم انهم استخدموا اسلوب قذر في انهم يقنعوه. فيوتي يوقفه، ويفتكر ان فرانك كان في سهره مع اتنين من اللي بيشتغل معاهم، ويكون بيغلط في سايمون ويقول عليه مغني فاشل ومقرف، وانه لولا بيروج ما كانش طلب منه يشتغل معاه. ويطلع ان يوتي جايب سايمون وبيسمعه كلام فرانك عليه، وده اللي خلى سايمون يغير رايه. بيروج يهني رنفاه بان شركتها هي اللي حصلت على الفيلم، ورنفاه ترجع لشركتها وهي فرحانه بانها انتصرت على فرانك بمساعده يوتي. لما تساله نجح ازاي، يفتكر ان رونا تشاي لما كان بيكلمه عرفه ان فرانك انسان مخادع محدش يقدر ينتصر عليه، ولكن عنده عيب وان لسانه طويل ما بيراعيش مشاعر حد، ويحب يشتم
لازم اللي بيشتغلوا معاه فيوتي يجيله الفكرة من كلامه ويقول لرنفاء انه نجح بسبب ذكائه، وترجع البيت بالليل ويكون باباها مستنيها وقلقان عليها ويكون عايز يعرف وصلت لإيه، فهي تقول له انها قدرت تخلي سايمون يشتغل معاها وتمشي وتسيبهم وتكون فرحانة واثقة من نفسها وباباها يفرح لها. تاني يوم تعمل اجتماع مع موظفينها وتطلب منهم انهم يجهزوا يوم عشان تختار فيه بطلة الفيلم، وانها عايزاها مش مشهورة قوي وتكون جميلة ومثيرة، وانها تعمل لهم اختبارات بنفسها، والمخرج يطلب منها يكلمها على انفراد، ولما كله يقوم يمشي توقف يوتي عشان يقعد معاهم، لكن المخرج يقول لها انه هيتكلم معاها في حاجة خاصة بالفيلم وما ينفعش حد يعرفها غيرهم، ولانه خايف من ان اي معلومة تتسرب لفرانك، فهي تقول له انها بتثق في يوتي وعمره ما هيخونها، ويوتي كارني يفرح لثقتها فيه. ويوم تجارب الاداء يتقدم مجموعة بنات لبطولة الفيلم، ولكن رنفا ما تعجبهاش ولا واحدة، ومع اخر واحدة تتقدم لاختبار التمثيل تكون إلادة، ممثلة مش مشهورة جدا في عالم التمثيل، ولكن سمعتها تكون وحشة في الوسط الفني، وان اي شغل بتدخل فيه يكون عن طريق انها تبيع نفسها، ورنفا تكون عارفاها وبتكرهها، ولكن تعمل لها الاختبار، وقبل ما تبدا إلادة تمثيل تطلب ان اي حد يساعدها ويمثل قدامها دور سايمون، فالمخرج يشوف انها فكرة كويسة ويقنع رنفا، فهي تطلب من يوتي يمثل قدامها، ولما يبداوا التمثيل إلادة تقلع يوتي الجاكيت وتقرب منه زيادة عن اللازم وتكون هتبوسه، فرنفا غير عليه معرفش ازاي وهي عارفة انه مش تمام، وتوقفهم وتقول لها ان تمثيلها مش حلو وان طريقتها رخيصة، فإلادة تتحداها وتقول لها ان لو تمثيلها مش عاجبها تقوم هي توريها التمثيل الغالي، فرنفا لما تتضايق منها تقوم توريها تمثيلها قدام يوتي ويكون مشهد إثارة ويكون تمثيلها حلو جدا لدرجة ان يوتي يتفاعل معاها ويحط ايده على وسطها ويقربها منه ويبوسها من خدها، فالكل يكون تحت دهشة، ورنفا تتوتر وتبعد عنه وتوقف تمثيل وتوجه كلامها لإلادة وتقول لها ان التمثيل بيكون كده وترفض انها تكون البطلة. ولكن تاني يوم الصبح رنفا جيلها اتصال من بيروج ويطلب منها ان البطلة الرئيسية قدام سايمون تكون إلادة، فهي تقول له ان سمعتها مش كويسة في الوسط، فبيروج يصر عليها ويجبرها ان هي اللي هتكون البطلة، ورنفا ما تقدرش ترفض وتتعصب، ويطلع ان إلادة اقنعت بيروج بطريقتها المعتادة اللي بتستخدمها، ولما رنفا تروح المكتب بتاعها تلاقي بفيدة في المكتب وتكون بتقرأ السيناريو بتاع الفيلم، فرنفا تتعصب عليها وتشده منها، فبفيدة تقول لها انها ملقتش دور لبنتها في السيناريو وتطلب منها انها تغيره وتحط دور ليها، فرنفا ترفض، فبفيدة تهددها وانها لو مغيرتش السيناريو هتستخدم معها اسلوب مش هيعجبها وتخرج، فرنفا تتعصب وتفضل تكسر، فيوتي يخاف على ايدها ويقول لها انه هياخدها على مكان عشان تهدى وياخدها على صالة ملاكمة عشان ترتاح، ولما يوتي يقول لها تضرب بقوة تخبطه خبطة جامدة لدرجة انها تخلي مناخيره تنزف، ولكن في النهاية تقدر تخرج كل طاقتها السلبية ومزاجها يتحسن، ويوتي يعرفها ان سايمون رفض انه ياخد النص منهم وعايزها هي بنفسها اللي تبعته له، والا هيلغي اشتراكه من الفيلم ويروح يشتغل مع فرانك، فلما رنفا تروح تدي لسايمون السيناريو يوتي يروح معاها، فسايمون يكون متضايق انه جه معاها، فهي تقول له انه بيروح معاها لكل مكان ومش بتمشي من غيره، وتكون رنفا مستغربه ان ليه طلبها هي اللي تديله النص رغم انه كان بيكرهها، فسايمون يقول لها لانه حس انه بيحبها، فيوتي يتضايق ويسكته ويقول له انه ما ينفعش يقول لها حاجه زي كده عشان هيخليها مش مرتاحه، فسايمون يقول لرنفا انه لو فضل قاعد معاهم هيسيب الفيلم، فرنفا تطلب من يوتي يقعد في مكان تاني، ولما يوتي يمشي سايمون يقول لها ان تصرفات يوتي غريبه وانه حاسس بانه بيتعامل معاها اكتر من معامله سكرتير ومديره وانه خايف عليها بشكل شخصي، ويقول لها انه حاسس بانه بيحبها، فرنفا تفضح يوتي ظلم يا عيني وتقول له ان يوتي مش بيحب الستات وده لانه مثلي، فسايمون يقول لها ان لو يوتي زي ما هي بتقول كان هيفضل طول القعده بيبص له هو، لكن هي ما تهتمش بكلامه، وبعد ما تمشي تقول ليوتي انها تخلي سايمون يحبها اكتر واكتر عشان يبقى سهل ليها وتقدر تسيطر عليه في الشغل، ويجي لها مكالمه ويعرفوها ان السيناريو اتسرب، فرنفا تفتكر ان السيناريو كان اخر مره مع بفيدة فتشك ان هي اللي سربته، والوقت ده تكون بفيدة مع رنا تشاي وبتحاول تقنعه ان يدي لونج ده دور في الفيلم، وتدخل عليهم رنفا زي المجنونه وتقول لابوها ان بفيدة سربت السيناريو لشركه فرانك، فلما بفيدة تسالها ايه دليلها تقول لها انها اخر واحده شافت السيناريو وتمسكها تضربها جامد وما يقدرش حد يوقفها حتى ابوها، ويوتي يشيلها ويبعدها بعيد ويقول لها انها لو عايزه فعلا تخلص من بفيدة تلاقي عليها دليل، وتكون بفيدة في الوقت ده بتتمسك لرنا تشاي وتقول له انها ما عملتش حاجه، لكن يجي له رساله من فرانك ويقول له انه خلص من قراءه السيناريو، فرنا تشاي بان عليه انه شكك فيها وينادي الاون تاخده على اوضته، وتاني يوم رنفا تعمل اجتماع عشان يعيدوا كتابه السيناريو من تاني وانها لازم تخلص من كتابته خلال يوم واحد بس، ولكن يوتي يكون سرحان ومش مركز ويكون بيبعت رساله لمجموعه ستات يطلب منهم ان حد يخرج معاه مقابل فلوس وده لانه لازم يسدد الديون اللي عليه، فواحده فيهم تقبل انها تخرج معاه، فيوتي يعتذر لرنفا ويقول لها انه محتاج يمشي عشان مامته تعبانه، فهي توافق، ولما يوتي يمشي ويغيب فتره قصيره عن رنفا تكون مش عارفه تعمل حاجه من غيره، هو يكون في الوقت ده خارج مع واحده كبيره في الكاريوكي ويغني ويرقص معاها، وتتصل بيه رنفا
عارفاه وتقول له انها خلصت السيناريو الجديد وعايزاه يجي يقراه عشان يديها رايه، فهو يقول لها انه مع مامته ما يقدرش يسيبها، فتجبره انه بعت لها الموقع بتاعه وتقول له انها تجيله هي عشان تديله السيناريو. ولما تروح له تستغرب انه اخد امه التعبانه صاله الكاريوكي وتطلب منه يقراه ويديها رايه تاني يوم، والست اللي معاه تخرج تدور عليه فيكذب عليها ويقول لها انها امه ويستأذن منها ويمشي قبل ما تسمح له، ويروح يطلب من الست اللي معاه فلوس حق ما قعد معاها لانه هيضطر يمشي، فتديله نص المبلغ اللي اتفقوا عليه لانه ما قعدش معاها الفتره اللي اتفقوا عليها، ويروح البيت عشان يقرا السيناريو لكن يلاقي هناك الديانه ويكون مجهز الفلوس بتاعتهم. وتاني يوم لما رنفات لقيه اتاخر جدا تطلب من سابسيب انها تجيب لها العنوان بتاعه، ولما تروح بيته تلاقي الباب مفتوح والشقه متبهدله وتلاقيه مربوط على كرسي في الحمام وفقد الوعي وبينزل، فتنقله على المستشفى وتكون قلقانه جدا عليه وتفضل جنبه لحد ما يفوق وتساله مين عمل فيه كده، ولما ما يردش تقوله انها هتطرده لو ما قالهاش وتكون هتمشي، فيوقفها ويقولها ان عليه ديون وانهم ضربوها عشان كده، ولما تساله اذا كانت امه عارفه يسكت فتكون حاسه انها مش مامته، فيقولها ان دي فعلا مش مامته وانه كان مضطر يدفع الدين اللي عليه فاشتغل الشغلانه اللي كان بيشتغلها زمان وانه يخرج مع ستات كبيره ويسهر معاهم. فرنفات تزعل منه لانه لما كان في ورطه ما طلبش مساعدتها، وتساله مديون بكام فيقولها انه مديون ب 500,000، فهي تطلب رقم حسابه عشان تحولهم له، فيسالها انها مش خايفه لا يهرب بالفلوس، فتقول له ال 500,000 ملهاش قيمه قدام انها تفهم الناس، ونروح لبفيده وتخرج من الشركه وهي متوتره، فسامسيب تشك فيها وهي خارجه فتروح وراها وتلاقيها بتقابل فرانك، ويكون فرانك ماسك ايدها فتصورهم هما مع بعض وتبعت لرنفاء الصور. فرنفاء تفرح بانها اخيرا لقت دليل ضد بفيده وتروح عشان تعرف باباها وتوري الصور والفيديوهات لابوها وتقول له انه كل المشاكل اللي بتحصل في الشركه بسببها، وان هي اللي كانت قالت لفرانك على مكان سايمون وسربت السيناريو، لكن بفيده تدافع عن نفسها وتقول لهم انها راحت تقابل فرانك وتفتكر انها طلبت منه ما يدخلش الشركه في مشاكل وان رونالد شاي صاحبه، ولكن فرانك طلب منها انها تتطلق منه وتبقى معاه وهو هيرجعها تمثل وهيديها اللي تطلبه، لكن هي ترفض طلبه لانها بتحب عيلتها وتحنن قلبه على رونالد شاي، وتقول لرنفاء انها عملت كده عشان بتحب ابوها، وتقول لرونالد شاي ان لو مش مصدقها يتصل بفرانك يساله، فرونالد شاي يكون مصدق كلامها. رنفاء تتضايق منه لانه مصدقها بعد كل ده، وتطلع اوضتها وهي بتعيط، وتاني يوم تلم هدومها وتسيب البيت، ولما باباها يوقفها تقول له انه من اليوم اللي وثق في مراته اكتر منها وهي ما ينفعش تقعد معاه، وبفيده وبنتها يكونوا فرحانين انها مشت من البيت، وقمت تروح لرونالد شاي وتقول له ان رنفاء بتحذره من بفيده وانه ما يثقش فيها لانها بتكذب عليه، ورونالد شاي يروح لفرانك ويديه الحقوق بتاعه اول فيلم لشركتهم اللي كانت بفيده بطولته، ويطلب منه انه ما يعملش مشاكل لشركتهم ويبعد عن بفيده، ففرانك يقول له انه حقوق الفيلم تعويض قليل عن الثلاث حاجات اللي اخذهم منه، وانه اول حاجه اخذها منه الشركه اللي بنوها مع بعض، والثانيه هي ايميل عن مراته الاولى، ويكون قصده على ام رنفاء، والثالثه بفيده، ويقول له ان بفيده مش بتحبه وانه كله عارف انها كلبه بتجري ورا الفلوس، ويضحك رونالد شاي ويطلع انه بيسمع بفيده كلام فرانك، ففرانك يعتذر لها لكن هي تزعق له وتقول له انها غلطانه انها وثقت فيه، ورونالد شاي يقول له انه عارف بانه حاطط جاسوس في الشركه ولكن هيعرفه، ويحذره من انه يقرب من الشركه او من اي حد من عيلته، وياخد بفيده ويمشوا. ورنفاء تروح تاخد ديتي من المستشفى وتطلب منه يجي معاها عشان يساعدها في حاجه معينه، وتاخده معاها على الشقه اللي اتنقلت فيها وتكون عايزاه يرتب هدومها، وبعدها تجبره انه يلبس لبسها لانها مفكراه بنته وكده، وهو يسمع كلامها ويجريها في اللي هي عايزاه، ويفضلوا يرقصوا سوا، ولما تقرب منه تتوتر وقلبها يدق لدرجه انها تستغرب من نفسها، فيا ترى هيتولد حب بين يوتا كارن ورنفاء ولا لا؟ واكتبوا لي توقعاتكم ايه اللي هيحصل في الجزء الثاني، واتمنى تفرحوني باللايكات والكومنتات بتاعتكم لان انا فعلا بمر بظروف صعبه. وبس كده، احب انهي مع فراولات الامارات اللي بيكتبوا لي احلى كومنتات في الدنيا، وقبل ما انهي اتمنى من كل قلبي تعيشوا قصه حبكم في الحياه وتتقابلوا مع ابطال احلامكم، بحبكم جدا، سلام.